الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج وافعلوا الخير. نرحب وإياكم بضيف الحلقة لهذا اليوم الأستاذ الدكتور طه حماد مخلف، عميد كلية العلوم الإسلامية جامعة الموصل. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياك الله أخي الكريم. الكلمة الطيبة هي عنوان حلقتنا لهذا اليوم. للكلمة الطيبة دور كبير وأثر عظيم، ولكن هنا ننظر ببحثي وبعيني جناب الدكتور في هذا الموضوع، بداية في مقدمة عن أهمية الكلمة في الإسلام عموما. نعم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، بداية أحييك أخي الكريم وأتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على قناة الموصلية لهذه الاستضافة الكريمة. حقيقة ونحن في أيام شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، اللهم آمين. ونشكركم أيضا مرة أخرى لاختياركم هذه المحاور المهمة. فللكلمة الطيبة أثر كبير في حياة المسلم وفي حياة الناس عموما. فالكلمة كما عرفها أهل اللغة هي الكلام المفيد، يعني كلمة لا إله إلا الله هي كلمة، والكلمة يدخل الإنسان بها إلى الإسلام، وقد يخرج بها أيضا من الإسلام. بالكلمة الواحدة يتزوج الإنسان، وبالكلمة الواحدة يطلق الإنسان. لذلك وضعت الشريعة الإسلامية أهمية كبيرة جدا للكلمة في حياة الناس، حتى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر أنه الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، قد يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا والعياذ بالله، وقد يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يعني يدخل بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذن الكلام في الإسلام له أهمية كبرى، والكلام إما أن يكون دينيا وإما أن يكون دنيويا. فإذا كان الكلام دينيا فإما أن يوجه إلى الكافر والفاسق وإما أن يوجه إلى المسلم. بالضبط. فإذا كان موجها إلى الكافر والفاسق فقد أمرنا الإسلام بأن نقول لهم قولا لينا إذا أردنا أن ندعوهم إلى الإسلام. فقال الله عز وجل عندما أمر موسى عليه السلام وأخاه هارون، قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كذلك يعني أمر الله عز وجل نبيه الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يكون لين الطبع مع الناس، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن هذا منهج حياة، سواء كان مع الكافرين والفاسقين أو حتى مع المسلمين. أما الفاسق فيقول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدائما القرآن الكريم يحثنا على لين الكلام وعلى الكلام الطيب، سواء كان مع المسلمين أم مع غيرهم. إذن من هذه المقدمة اللطيفة الجميلة عن الكلمة عموما في الإسلام، حقيقة عندما استذكر كما ذكر جناب الدكتور أنه حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كيف كان يبث الكلمة الطيبة مع الجميع، وكيف كان تعامله مع الجميع، ولا سيما برسالة اسمها الكلمة الطيبة. يعني حتى عندما كان يخاطب مشركين خاطبهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني خاطبهم بكلمة. ولكن هذه الكلمة كما ذكر جناب الشيخ جناب الدكتور أنه أحيانا هذه الكلمة قد تكون في رضوان الله وقد تكون في سخط الله. فالحديث الذي ذكرته آنفا الآن أنه الكلمة رب كلمة يلقيها الرجل لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فهنا عندما ننظر إلى عظم هذه الكلمة، عظم حروفها، هي ليست فقط كلمة مكونة من حروف وهكذا، وإنما الكلمة لها دلالاتها الخاصة على معنى وعلى منهج معين. الدكتور عندما ننظر أيضا إلى القرآن الكريم ننظر فيه لمحات في الكلمة الطيبة، ننظر فيه أمثلة في الكلمة الطيبة، ننظر فيه مثلا مناهج للكلمة الطيبة، فما هي رؤيتكم دكتور في قضية المنهج القرآني في عرضه وطرحه للكلمة الطيبة؟
القرآن الكريم شبه الكلمة الطيبة بتشبيه بديع وجميل، نعم، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوضح في تفسير هذه الآية أن الكلمة الطيبة مثلها كمثل النخلة، الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن هذا التشبيه للكلام الطيب وأثره المستمر في حياة الناس. نعم. وأيضا الله عز وجل قال: إليه يصعد الكلم الطيب. نعم. فكل كلام طيب يصعد إلى الله عز وجل يكون مقبول. أما الكلام غير الطيب فلا يصعد أساسا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك حثنا القرآن الكريم أن ندفع شرور الناس بالكلام الطيب، فقال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. والدفع بالتي أحسن إنما يكون بالكلام الطيب وبلين القول. كذلك القرآن الكريم من منهجه أنه نهانا عن كثير من الكلام السيء، سواء كان عن طريق الكذب أو عن طريق الغيبة أو عن طريق النميمة أو السخرية والاستهزاء بالآخرين، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحجرات، نعم، والتي تسمى بسورة الأخلاق. الأخلاق، نعم. نهانا عن الغيبة ونهانا عن التنابز بالألقاب. نعم. ولا تنابزوا بالألقاب، قال سماه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يغتاب الناس كمن يأكل لحم أخيه ميتا، كمن يأكل لحم أخيه وهو ميت. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى مدح القائلين بالحسنى، فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال، وهذا القول يتبعه الفعل، لذلك الله عز وجل أمرنا وأمر جميع المسلمين أن نقول قولا سديدا: وقولوا للناس حسنا، وقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه ثمرات للكلام الطيب، والقرآن الكريم يعرض لنا الكلام الطيب بصور كثيرة، سواء كان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بصدق الكلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي صور عديدة تنوعت في سور القرآن الكريم. نعم. عندما ننظر دكتور إلى ما ذكرته أنفا الآن إلى القرآن الكريم، وننظر إلى الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى كما ذكرت الشجرة، وكما ننظر إلى الأقوال وإلى منهجية الكلام الطيب في القرآن الكريم، اليوم نحن في شهر رمضان المبارك وجميعنا قد رحل مع القرآن الكريم يتلوه أنا الليل وأطراف النهار، فهنا نحتاج أنه ما قرأناه وما سمعناه وما بحثته جناب الدكتور أنه نريد نطرحه في أرض واقعنا اليوم، كيف تكون هذه الرسالة الطيبة لدى كل إنسان في واقعه، سواء كان هو عامل أم موظف أم طالب أم أي شيء في هذه الحياة يمثله هو جزء من المجتمع أو من الواقع، فيستطيع أن يترجم ما نقرأه من كتاب الله سبحانه وتعالى وما ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمته، ولا سيما اليوم بعد الانفتاح في شبكات التواصل الاجتماعي، فالكلمة أيضا في التواصل الاجتماعي عندما يكتب فهذا الكلام أيضا هو من ضمن رسالة الكلمة الطيبة. فعندما ننظر أيضا إلى هذا الكلام كله وكيف عرضه وترجمته في أرض واقعنا، نريد أن نرجع أيضا إلى قضية الكلمة نفسها اليوم في واقعنا، يعني مثلا الكلمة نوظفها باللسان هكذا نتكلم فيها، طيب كيف نوظفها مثلا في المكتوب؟ يعني مثلا اليوم عندنا شبكات تواصل اجتماعية، أنزل منشور مثلا، أسوي مشاركة، طيب ضوابط أنه الكلمة اللي راح أنزلها وضوابط المنشور اللي راح أسوي مشاركة أو ما أسوي مشاركة؟ نعم. الكلمة الطيبة لها أجر سواء كانت منطوقة أو مكتوبة أو مقروءة في كل الميادين. نعم. لذلك الكلمة الطيبة قد تكون لها يعني أضعاف مضاعفة من الحسنات، وأطيب الكلام هو كلام الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حثنا على قراءة القرآن الكريم وقال: اقرأوا القرآن فإن لكم في كل كلمة أو بكل حرف 10 حسنات، لا أقول لكم لا ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه كلها من الكلام الطيب الذي يضاعف الحسنات للمسلم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة الكرام على طيب الكلام،
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. إذن اللسان هو أيضا يعني يأتي الكلمة الطيبة تأتي كصد للمنكر ودفعه عن الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له لسانا ناطقا يرد عن الإسلام وعن المسلمين وعن عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حسان بن ثابت. فكان حسان بن ثابت يرد عن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرد المشركين بالشعر، ويدعو له النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اهجهم وروح القدس يؤيدك. فهذه نماذج أيضا نستطيع أن نوظفها الآن، أنك أيها المسلم حتى وإن لم تقل، سواء كتبت شيئا أو قلته في أي مجلس أو في أو مواقع التواصل الاجتماعي، فكل هذا سيكون في رصيد حسناتك أو سيئاتك يوم القيامة. نعم. كذلك عندما ننظر إلى نفس البحث الذي ذكرته دكتور، أنه في قضية أنه منهج القرآني في الكلمة الطيبة، نرى أن القرآن الكريم من منهجيته أنه هنالك خطاب بين المسلمين أنفسهم بكلمة طيبة. نعم. بين المسلم وغير المسلم بكلمة طيبة، حتى في الجدال، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني كلها الإنسان عندما ينظر إلى حاله وكلمة التي يستعملها في واقعه، ينظر في القرآن الكريم إلى المنهجية الدقيقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في تعاملنا مع الآخرين، حتى في الاختلاف في وجهات النظر أيضا بالقول السديد بالكلام الطيب. كذلك حتى خطاب مثلا عندنا في القرآن الكريم اللي هو يعني خلينا نقول أكبر جبروت ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو فرعون. عندما ننظر إلى الحوار وكيف كان، ذكرت قبل قليل دكتور أنه قولا لينا، يعني خاطب، يعني خاطب واحد قال أنا ربكم أعلى، حاشا لله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان مع هذا يخاطبوه قول لين، طيب اليوم احنا في واقعنا نحتاج الى كلمة طيبة لينة عموما، ونحن مفتحين على العالم جميعا من خلال شبكات التواصل. تمام. فإذا هذه الكلمة لها ضوابط، وهذه الضوابط كما ذكرت جناب الدكتور أنه ضوابطها أنه تكون في طاعة الله، أن تكون صادقة. طبعا الكلمة الصادقة كما يذكر علماء النفس أنه عندما تخرج الكلمة من القلب أكيد تؤثر. صح. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا حتى اللي ذكرها القرآن الكريم، ولكن ذكرها كمنهجية، أن الإنسان عندما يتكلم بالكلمة وهو مقتنع بهذه الكلمة، غير الإنسان اللي ما مقتنع بالكلمة ويتلوها هكذا يتلوها. نعم. يعني فرق أنه عندي كلمة أتكلم بها، من أتكلم بكلمة ألقيها من قلبي غير ما كلمة ألقيها من لساني. إذا كانت من قلبي فأنا مقتنع بها قناعة تامة. صح. أما إذا كانت فقط بلساني فهذه مشكلة. ولهذا ما وقع به كما ذكرت دكتور قبل قليل مثال، هو حوار مع المنافقين أيضا، يعني حتى المنافقين أو غيرهم أو الفساق وغيرهم الذين يعني يظهرون الشيء ويبطنون الشيء، أو حتى هو يظهر شيء ولكن يبطنه ببطانات معينة. نعم. فاليوم في واقع المسلم اليوم أنه ينظر عندما يقرأ عندما يسمع أنه لا يكون حاطب الليل. نعم. وكما تفضلت أخي الكريم، الكلمة لها ضوابط. نعم. كما ذكرت أن يكون الإنسان صادقا في كلامه، فما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. نعم. ولذلك أذكر من ضمن الأمثلة على يعني دعوة الناس. نعم. أنه دعوة المسلمين ليست دعوة قتال، وإنما دعوة بالحسنى. أحسن. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه، عندما أراد أن يقاتل المشركين توقف فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الله. قال يا رسول الله على من نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال لا يا علي، على رسلك، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الله. إذن الغاية هي ليست قتل الآخرين، الغاية هي إدخال الناس في دين الله عز وجل، وحتى لا يخسروا جنة عرضها السماوات والأرض. إذن هذا هو المقياس، المقياس أن ندخل الناس في دين الله عز وجل. ولذلك أول ما يعني أوحى الله عز وجل إلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالوحي هو بكلمة واحدة، كلمة اقرأ. الله الله. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس فقال يا أيها الناس قولوا كلمة. الله. ما هي هذه الكلمة؟ قولوا كلمة لو قلتموها ملكتم بها العرب وذلت لكم بها العجم. نعم. قالوا ما هي يا محمد؟ قال لا إله إلا الله. فالمشركين كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة ولذلك لم يقولوها، وهدى الله عز وجل كثير من الناس لهذه الكلمة، والتي تكون سبب ومفتاح لدخولهم
جنة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله، هذه المنهجية الرائقة يعني حقاً، يعني ولهذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى بأمتي اقرأ. نعم. فأول ما نزل هي اقرأ، وهذه الدلالة الواضحة الجلية على الكلمة الطيبة. وبهذه الكلمة التي فهمها المشركون عندما لم يقولوها، لأنهم يعلمون ما تمليه هذه الكلمة من ضوابط ومن أمور وآثار مترتبة على هذه الكلمة، فبهذه الكلمة ينتقلون من حالة إلى حالة، وينتقلون من الظلمات إلى النور بهذه الكلمة. فلم يقولوها، استكبروا، تكبروا وغير ذلك. فاليوم عندما ننظر إلى هذه الكلمات وننظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وننظر إلى الإسلام باعتباره هو إسلام الذي جاء بالكلمة الطيبة ودعا إلى الكلمة الطيبة، أن تكون كلماتنا ضمن الكلمات الطيبة. مشاهدين الكرام، فاصل ونرجع إليكم إن شاء الله، انتظرونا. مرحبا بكم من جديد مع برنامج وافعلوا الخير مع الأستاذ الدكتور طه حماد مخلف. عندما نظرنا إلى الكلمة الطيبة باعتبارها الإسلام جاء بكلمة طيبة، وباعتبارات أن المنهج القرآني ذكر لنا الكلمة الطيبة وضوابط الكلمة الطيبة، طيب عندما ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ننظر أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد ذكر منهجية للكلمة الطيبة، قد حذر من الكلام غير الطيب، قد دعا إلى الكلمة الطيبة. ننظر من خلال منهجكم وبحثكم دكتور أنه كيف رغب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمته بالكلمة الطيبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قطعا كان أول الممتثلين لأمر الله عز وجل بهذا الكلام، عندما يقول القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا، نعم، فكان أول الممتثلين له هو حضرة النبي صلى الله تعالى عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. يعني حتى علماء النفس الآن يقولون أكثر المشاكل التي تقع بين الناس هو بسبب فشلهم في التواصل مع الآخرين. نعم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يتواصل مع الناس، سواء كان المخاطب كافرا أو كان مسلما. نعم. كان يخاطبهم باللين وبالرفق وبالتي هي أحسن. نعم. فأذكر في من ضمن الأمثلة على ذلك عندما جاء أعرابي، وكان الأعراب يعني معروفين بالغلظة والقسوة بخشونة التعامل، فجذب النبي عليه الصلاة والسلام من ردائه وقال له اعطني يا محمد أو اعدل يا محمد واعطني من مال الله. فالصحابة رضي الله عنهم يعني انتفضوا وأرادوا أن يقوموا إلى هذا الأعرابي فيقتلوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلكم، فقال أعطوا لهذا الأعرابي، أعطوه مرة ثانية، أعطوه مرة ثالثة حتى رضي. نعم. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا يا محمد من أهل ومن عشيرة. الله. فذهب الأعرابي ثم التفت إلى أصحابه الكرام وقال لهم إن مثلي ومثلكم كمثل رجل ندت ناقته. نعم. يعني هربت الناقة. نعم. ناقته، ثم أخذ الناس يركضون وراءها، فقال صاحب الناقة اتركوني وشأنها، يعني أنا أعرف بها، فأمسك بطرف ردائي، فجاءت الناقة وضعت رأسها في الرداء تظنه طعاما فأمسك بها. نعم. فقال إن مثلي ومثلك كمثل هذا الرجل، لو تركتكم لقتلتموه ومات كافرا ودخل النار. سبحان الله. لكن من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه بعث رحمة للعالمين وأراد أن يدخل الناس جميعا في دين الله عز وجل بطيب الكلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الكلمة الطيبة صدقة، مفهوم المخالفة أنه الكلمة غير الطيبة لا تكون صدقة، وإنما تكون في ميزان سيئات العبد يوم القيامة. لذلك يعني حتى في زمن الصحابة الكرام قد يسأل سائل هل كانوا يغتابون، هل كانوا، قطعا هو مجتمع يعني كمجتمعاتنا، قد يوجد فيه المسلم، يوجد فيه الكافر، يوجد فيه المنافق، يوجد فيه المؤمن العاصي، فقد تبدر بعض المخالفات من الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يصح لهم المسار. فحتى في أسرته عليه الصلاة والسلام عندما كانت الغيرة بين زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ف
فعائشة رضي الله عنها ذكر عندما ذكرت صفية أمامها قالت يا رسول حسبك من صفية أنها هكذا، يعني تقصد أنها قصيرة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتهم. إذا نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الكلام. ودائما يعني هذا موضوع الغيبة موجود الآن في مجالسنا كثيرا، فلان قصير، فلان طويل، فلان كذا، فلان كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على طيب الكلام، وحتى إذا أردت أن ترد المقابل ترده برد يعني مقنع أو رد طيب. عندما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 بدون حساب ولا عذاب ولا كذا، الصحابة أخذوا يسأل من هم يا رسول الله، من هم؟ قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم يا عكاشة. فقام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال لم يقل له أنت لست منهم، وقال سبقك بها عكاشة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق هذا الباب حتى لا يقوم الجميع يقومون جميع الناس يسألون الدعاء، فقال سبقكم بها عكاشة. إذن ردهم لكن برد جميل ورد طيب. من الأمثلة الطيبة التي يمكن الاستشهاد بها في هذا الباب عندما سئل العباس عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عنه، قالوا له من أكبر أنت أم رسول الله؟ قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. فانظر إلى طيب الكلام، وما أراد أن يعني يتجاوز على مقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني عبد الله بن المبارك عطس رجل عنده لكن لم يحمد الله فلم يؤنبه، فقال فسأله سؤال قال الذي يعطس ماذا يقول؟ فانتبه الرجل قال يقول الحمد لله، فقال له يرحمك الله. إذن هذه النماذج من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، من سيرة الخلفاء الراشدين، من سيرة التابعين، تعلمنا دروس كثيرة أن نحسن الكلام وأن نطيب كلامنا وأن لا يكون كلامنا جارح تجاه الآخرين. نعم، حقيقة يعني عندما ننظر إلى كيف النبي عليه الصلاة والسلام رغب أمته، رغب أصحابه بالكلام الطيب والتعامل مع الناس بالكلام الطيب، حقيقة دروس عظيمة وكبيرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت مهمته صعبة جدا، ولا سيما في واقعه آنذاك عندما الناس تحولوا من حالة إلى حالة. يعني ذاك الجيل ليس مثل جيلنا اليوم، احنا الحمد لله ولدنا من أم وأب مسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، تربينا على أعراف إسلامية، تربينا بهذه النشأة الإسلامية. لكن في أيام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وقد نقل الناس من حالة إلى حالة، الكلمة هناك تكون لها دلالة عظيمة جدا، وبنفس الوقت تكون سلاح ذو حدين. فحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فعندما يتكلم بالكلمة يتكلمها في مكانها وفي محلها صلى الله عليه وسلم، يعني حتى عندما يتعامل مع أصحابه كما يقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا كان يتخولون بالنصيحة، يعني حتى عندما ينصح يتخول، وحتى عندما يريد أن ينصح مثلا شخص معين لا يقول فلان، وإنما كان يقول ما بال أقوام، صح، حتى لا يجرح المقابر وتكون الكلمة في محلها وفي مكانها. احنا اليوم عندما نريد ان نقرا السيره النبويه نحتاج ان نقراها ما فقط قراءه سيره انه استمتع بالسيره، وانما نقراها من اجل التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن اجل ان نتاثر بآله صلى الله عليه وسلم بكلامهم بافعالهم، وكذلك ان نتاثر بالصحابه الكرام كيف كان موقفهم مع الناس، يعني حتى عندما كانوا فيما بينهم كيف كانوا يتعاملون. عندما الصحابي يمدح بصاحبه أو يعطيه مثلا لقبا معينا، نعم، يعني عندما كان يذكر معاذ بن جبل كان يقولون أن معاذ كان أمة بكلمة طيبة، نعم، فمن نطرح لماذا كان أمة؟ إنه كان قانتا لله ويعلم الناس الخير. طيب كل هذه الأمور إنما هي نتاج لكلمة طيبة، قال كلمة طيبة دعا الناس إلى الخير، كان يعلم الناس الخير. الخير كيف يصل الناس؟ يصل برسالة اسمه الكلمة الطيبة. ولهذا نشوف يعني حتى في كل أحواله صلى الله عليه وسلم كان تركيزه على الكلمة الطيبة، بث الكلمة الطيبة، بل حتى هذه الكلمة الطيبة في قضايا أخرى تكون سلبية قد تشعل فتنة بكلمة واحدة، نعم، وقد تثير مشكلة بكلمة واحدة. ولهذا نشوف الكلام عندما ننظر إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه الكلام لنا أنه هنالك مثلا حالات معينة
يجوز فيها الكذب كما في المعارك وغيرها وغيرها. إذن هذه الكلمة الطيبة أيضا، الكلمة عموما لها ضوابط، والكلمة الطيبة هي لها امتداد. فاليوم عندما ننظر إلى ما ذكرته دكتور من بحثك الطيب، أنه نريد ما تكلمت به وما ذكرته أن نطرحه في واقعنا اليوم. يعني مثلا أبثه على طلابي إن كنت معلما، أبثه على المصلين إن كنت في المسجد، في الأسواق، في تعاملي مع الناس. شوف حتى التعامل مع الناس، يعني حتى في السوق، يعني اليوم هذه الكلمة الطيبة عندما تؤخذ بطريقة مادية، يعني مثلا إحنا دائما ينضرب مثلا أنه ترى الغرب تعاملهم الغرب رأس مالهم بكلمة، يعني كلمة مالهم أنهم يخلفوا موعد، صاروا هم وما غيرهم. احنا افتهمنا خطأ المقضية، انه هم من يصدق معنا بكلمة هو يصدق معنا هذا الغربي، ما يصدق لانه يعني مثلنا احنا الصدق عندنا طاعة لله سبحانه وتعالى، تدينا بالضبط. اما الصدق عندهم سلعة، يعني رأس ماله انه بهذه البضاعة يصدق. نعم. احنا اليوم نريد نبين هذه الصورة امام الناس جميعا، امام الناس وبكل ما عندنا من وسائل. نعم. دكتور، ايضا عندما ننظر الى نفس الكلمة الطيبة هذه، بما انه الكلمة الطيبة لها دورها ولها مفعولها في واقعنا، أكيد أكيد لهذه الكلمة أن الإنسان مسؤول عن هذه الكلمة أمام الله سبحانه وتعالى. طيب عندما نظرنا وإياكم قبل قليل في أول برنامج إلى الآن، ننظر إلى واقعنا، إلى حالنا، إلى المسلمين، إلى الناس جميعا على شتى اعتباراتهم، لكن الآن نريد أن ننظر إلى جزاء الكلمة الطيبة يوم القيامة. نعم، الكلمة أكيد لها أثر، وهذا الأثر إما أن يكون دنيوي إما أن يكون أخروي. نعم. فآثار الأخروية كثيرة، وقبل أن أذكرها أذكر بعض الآثار الدنيوية. نعم. فالنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم يقول مخاطبا بعض الناس، يقول لهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. فإذا عقوبة من يتتبع عورات الناس، من يغتاب الناس، من أن يفضحه الله عز وجل في جوف بيته، هذا بالنسبة للعقوبة الدنيوية. إضافة إلى يعني شهادة الناس السيئة التي ستكون له، التي تحسب في ميزان سيئاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأثر أنه مرت به جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. فسألوه ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيرا فقد وجبت لها الجنة، وأما الثانية فقد أثنيتم عليها شرا فقد وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن هذا هو الأثر الثاني، أن الكلمة الطيبة تجعل الناس يشهدون لك بالخير. نعم. وهذا ما نراه واقعا في زماننا، عندما نشيع جنازة وتدفن يبدأ الناس، خاصة إذا كان صاحب الجنازة رجل فاضل ورجل خير، يبدأ الناس يمدحونه ويثنون عليه الخير، وهذه شهادة أيضا. نعم. نعم. أما الإنسان الغير صالح يعني حتى يمكن لا يسير الناس في جنازته. أما بالنسبة للأثر الأخروي، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ ينصح معاذ فقال أمسك عليك هذا، ومسك بلسانه، فمعاذ سأل مستغربا يا رسول الله نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ الكلام اللي نتكلمه نؤاخذ عليه نحاسب؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو شنو اللي يدخل الناس الجنة أو النار؟ هو يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس الجنة والنار هو الفم والفرج. نعم. تمام؟ فأكثر مصائبنا من اللسان، الغيبة، النميمة، التنابز بالألقاب، الكذب، البهتان، فكل هذه الأمور يدخل بها صاحبها إلى الجنة أو إلى النار. كذلك بالنسبة هذا بالنسبة للكافرين والعياذ بالله. بالنسبة للمؤمنين، النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى في الجنة غرفا، نعم، يرى من في باطنها من ظاهرها. نعم. ويرى من في باطنها ما الذين في ظاهرها. نعم. فقال لمن هذه الغرف؟ فقالوا هذه لمن أطاب الكلام، الله، لمن ألان الكلام وأطاب الطعام وصلى بالليل
وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. إذن الكلام الطيب هو سبب من أسباب دخول الجنة والحصول على هذه الغرف. أخيرا نبينا الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم يحثنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني لا، يعني الشر ليس خيار، الشر ليس خيار وليس مكسبا، لأنه دائما يأتي بعواقب سيئة، لكن الخير هو المكسب وهو الذي يثقل موازين العبد يوم القيامة. فإذا أراد العبد أن يثقل موازينه فيقول خيرا، يدل على خير، يعلم الناس الخير، أو يصمت ويكف شره عن الناس، وهذا أيضا في ميزان حسناته. نعم، من خلال هذه المحاور دكتورا التي ذكرتها ننظر إلى الكلمة باعتبارها كلمة، حتى أن هذه الكلمة هي سلاح ذو حدين. يعني هذه الكلمة قد تدخل صاحبها الجنة وقد تصحب صاحبها النار والعياذ بالله، حتى من حيث قضية الحقوق بين المسلمين. يعني نعم، حقوق، أكو حق المسلم على المسلم، من بينها أن الإنسان المسلم يجب أن يستلم من أخيه من لسانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. من لسانه ليش؟ يعني احنا دائما نحاول نطرح في واقعنا من لسانه باعتبارات كثيرة، أنه هذه الكلمة قد تكون كلمة خبيثة والعياذ بالله، رقم واحد. اثنين، قد تكون هذه الكلمة هي فيها تشهير لمسلم لإنسان ليس فيه ويشهر فيه، قد تكون على شبكة التواصل. أو تكون هذه الكلمة هي عبارة عن إشعال فتنة بين طرفين، يأتي يقول الأول كذا ويقول الثاني كذا، فلان تكلم عليك وفلان تكلم، هذه أيضا كلمة. كذلك من حيث الناحية، من حيث حتى من حيث الإصلاح، يعني إنسان يوم يريد يصلح اليوم بكلمة قد فعلا ينجح في الإصلاح، وبنفس الكلمة هو يصلح، ولكن يصلح مثلا نصيحة على سبيل المثال، حالة معينة في الجامعة مثلا، جانب الكلية في محاضرة، شفت مثلا من طالب بعض مثلا ملاحظة عليه، فأنا مدرس عندك مثلا، أردت أن أصحح هذه الملاحظة عنده. إذا أنا أمام الطلاب قلت له: يا فلان طالب، أنت فعلت كذا والصحيح كذا، أن الكلمة الطيبة ما تنقل أن عكست أردد، صارت توبيخ وتشهير بطالب، وقد تكون هي ملاحظة صغيرة ليس على هذا الاعتبار. أما لو هذه الملاحظة الصغيرة عندما يخرج الطالب في ساحة، في ممر، في الغرفة، يا فلان أنت طالب مجد وكذا وكذا، عندك الملاحظة الفلانية ممكن أن تعالجها. تمام. فهكذا الإنسان ينجح. فإذا في نهاية الحلقة يعني فقط نذكر أنه هذه الكلمة الطيبة نحتاج إلى تفعيلها في واقعنا بشتى صورها وألوانها. نهاية الحلقة أتقدم بالشكر والثناء إلى الأستاذ الدكتور طه حماد مخلف، عميد كلية العلوم الإسلامية في جامعة الموصل، على ما أبداه وما تعاون معنا به في هذه الحلقة وفي الرحلة التي كنا معه فيه مع كلمة طيبة. لا يسعنا تقدم بالشكر والثناء الحسن لكم جلالة الدكتور. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في آخر الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال. انتظرونا في حلقات جديدة قادمة. أترككم بأمان الله وحفظه.